السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. الأبراج مجرد تسالب، ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. أحبتي، يسعدنا حضوركم دائما في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. الأبراج من الأكثر شرا إلى الأكثر براءة. بعض الأبراج تملك عقولا سوداوية، فأفكارها ما تنفك تنبع من مكان ما غريب ومخيف وعقلها. قد تكون هذه العقول شريرة وقد لا تكون، ولكنها من دون أدنى شك سوداوية. صحيح أن كل شخص يجد نفسه بين حين وآخر ينجرف إلى مكان غريب في عقله ويخرج بنظريات ومؤامرات سوداوية، ولكنها تجارب مؤقتة. ولكن البعض يملك عقلا شريرا من الطراز الأول. في المقابل، امتلاك العقلية هذه لا يعني بالضرورة أن الشر يتم تنفيذه، فأحيانا تبقى مجرد أفكار. على رأس القائمة برج القوس. وجود القوس على رأس اللائحة سيشكل مفاجأة للجميع، فكما هو معروف هو برج متفائل محب للحياة، ومع ذلك هو يملك أكثر العقول سوداوية. صحيح أن القوس نادرا ما ينفذ، ولكن ما يدور في رأسه مرعب ومخيف. ما يجعله يتفوق على غيره هو أنه سهل المعشر، وبالتالي يمكنه تمرير أي شيء لو أراد. هو أشبه بالسم في العسل. عقله شرير لدرجة أن أي فكرة شريرة قد تخطر لكم الآن، القوس لعله فكر بها حين كان في الرابعة من عمره. برج العقرب. العقرب هو ملك العقول السوداوية، لناحية تفكيرا وتنفيذا. هو يسير في حياته بشكل منفرد، ويحب أن يبني عالمه كما يشاء، وبالتالي فهو يضع الأفخاخ في كل مكان. عندما يريد العقرب شيئا ما فهو يصبح مهووسا بالأمر، وبالنسبة إليه الأمر أشبه بعملية صيد. الملاحقة ممتعة والقتل أكثر متعة. بطبيعة الحال نحن لا نقصد القتل بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن برج يجد متعة في الانتقام وسعادة في التخطيط له. سوداوية العقرب تتمحور حول الأنا والفوز، وبالتالي هي مطلقة ولا حدود لها. في المرتبة الثالثة الميزان. الميزان الذي لطالما وصفناه بأنه محب للتوازن والعدل يملك عقلية سوداوية من الطراز الأول، وأحيانا قد يتفوق على العقرب والقوس مجتمعين، ولكن بما أنها حالات معدودة فهو في المرتبة الثالثة بعدهما. هذا البرج يجد في كل ما هو سوداوي جمالية من نوع ما، ولعله يعشق أفلام الرعب لأنها ترضي هذا الجانب. ما يخيف فعلا مع الميزان هو أنه كما القوس يخفي كل هذه الأمور تحت قناع من المحبة والسلام والتوازن. في المرتبة الرابعة برج الجدي. الجدي يملك ميولا سوداوية مخيفة، فرغم كونه من الأبراج المنطقية والعقلانية في الحياة اليومية، ولكن حين يسمح لعقله بالذهاب حيث يريد فإن ما يخطر له مرعب. في عقل الجدي هناك تلك الجزئية التي تجعله يميل نحو الشر تفكيرا وتنفيذا.
المرتبة الخامسة برج الثور. الثور يأخذ السوداوية إلى مستويات مختلفة كليا. صحيح أنه ليس من النوع الذي ينجرف خلف هذه الأفكار أو يسعى لتنفيذها، ولكن شفقته على نفسه يمكنها أن تقود إلى أماكن مظلمة عديدة. سوداوية الثور وشره غير موجهين للآخرين وإنما باتجاه نفسه، ولذلك فهو من الأبراج التي تفكر بالانتحار أكثر من غيرها. المرتبة السادسة العذراء، برج تحليلي بطبعه، وعليه يملك قدرة خاصة على استنتاج الأمور وتدمير حياته بنفسه. سوداوية العذراء تكمن في واقع أنه لا يعرف متى عليه التوقف، لذلك فهو يستمر حتى تدمير الذات كليا أو تدمير غيره. العذراء من أكثر الأبراج التي تظهر ميولا لتدمير الذات. المرتبة السابعة برج الدلو. الدلو ورغم أنه من الشخصيات التي يعرف عنها بأنها لا تطلق الأحكام على الآخرين، ولكنه يقوم بذلك أحيانا. غيرة هذا البرج تتمكن منه أحيانا، وهذا ما يجعل جانبه السوداوي يبرز، ويملك شخصية تنافسية ولكنها سلبية عدوانية. ومع قليل من السوداوية فإن الأفكار التي تخطر لهذا البرج مرعبة وشريرة، وهو ذلك البرج الذي يقف في زاوية ما يبدو فيها لطيفا، ولكن خلف ذلك القناع أفكاره غاية في الشر. برج الجوزاء. الجوزاء لا يحب أن يكشف للآخرين أفكاره السوداوية، ولكن مشكلة هذا البرج هو أن شره أحيانا يكمن في تصرفاته، لأنه لا يمكنه التحكم بطبعه، ما يعني أنه ليس شريرا بالمعنى الفعلي للكلمة، هو فقط برج مزاجي يسهل إثارة غضبه. المرتبة التاسعة برج الحوت. سوداوية الحوت تكمن في واقع أنه يريد أن يثير شفقة الجميع، وبالتالي هو مستعد للذهاب إلى أماكن غريبة من أجل الحصول على ذلك. رغم كون برج مبدع بأفكار خلاقة، ولكن حين يتعلق الأمر بالسوداوية والأبراج فإن إبداعه محدود، وبالتالي فإن جانبه اللطيف ما ينفك يهيمن ويبعد كل الشر عن عقله وقلبه. المرتبة العاشرة برج الحمل. الحمل غير سوداوي وغير شرير، هو برج فيما مضى كل شيء وقرر بأن حياته أفضل وأجمل على الجانب غير السوداوي، وعليه فهو لا يسمح لأي أفكار شريرة بالسيطرة عليه. هو برج محارب لا يجد لا شرف ولا انتصار في المقاربات الملتوية، بل يسعى إلى الوضوح، يحارب بشراسة ولكن ليس بخبث. في المرتبة الحادية عشر برج الأسد. الأسد كما الحمل لا يجد فائدة من السوداوية، هو يحب الأمور أن تكون ساطعة ومضيئة وواضحة، ويعتبر الشرور والسوداوية خطوات إلى الخلف. وبما أنه برج يتطلع إلى الأمام بشكل دائم، فهو لن يقبل بأن يفكر بما من شأنه أن يعيق تقدمه. وأخيرا برج السرطان. لا يوجد ذرة من السوداوية في عقل السرطان. البرج هذا أشبه بطفل صغير لا يرى سوى الخير والمحبة. صحيح أنه يملك شوائب في شخصيته، وأحيانا قد يعاني من الغيرة، ولكنه ما يلبث أن يعود إلى رجله ويتصرف وفق مبادئه. الحب والخير للجميع. هذا البرج يجد السعادة في الوضوح في الضوء،
أما العتمة وسوداويتها فلا مكان لهما في عقله أو قلبه. شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.